عادت الصفراء إلى حضن الدولة والشرعية بعد 5 أعوام من بسط نفوذ الحوثيين عليها وجعلها منطلقا لعملياتهم إلى مناطق مختلفة منذ بداية حربهم على الجوف منتصف العام 2011 وحتى اليوم قبل استعادتها من قبل المقاومة والجيش الوطني. انطلقت المعركة والحمد لله وتم في الساعات الأولى الحمد لله السيطرة على الأماكن التي خطط لها وسيطرنا على بداية العقيب وانطلقنا إلى المحزمات ثم إلى براقش ثم إلى الصفرة. وباستعادة الصفرة وبراقش تنتهي العمليات العسكرية للجيش والمقاومة في الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب وتلتحم بجبهة الجيش والمقاومة في محافظة الجوف. تكمن الأهمية الاستراتيجية للصفراء باعتبارها حاضنة فكرية للحوثيين وتعد ثاني منطقة سيطروا عليها بعد محافظة صعدة، وكانت الصفراء والمواقع المجاورة تمثل خط دفاع أول وخطوط إمداد الحوثيين وقوات المخلوع صالح القادمة من نهب بمحافظة صنعاء، كونها منطقة استراتيجية تتوسط محافظتي مأرب والجوف. انطلاقة العمليات العسكرية لهم للسيطرة منها على محافظة مأرب وكذلك محافظة الجوف وكذلك انطلاقة منها إلى محافظة صعدة وعمران. وتمثل السيطرة على براقش والصفراء فتح الحصار المفروض على محافظة الجوف ليسهل عملية الانتقال عبر الخط الإسفلتي من وإلى الجوف والمحافظات الأخرى التي كان يمثل الانتقال إليها عبر الطرق الرئيسية صعوبة بالغة نتيجة انتشار ميليشيا الحوثي والمخلوع في مختلف تلك الطرق، خاصة أن الانتقال من وإلى الجوف خلال المرحلة الماضية كانت عبر طرق صحراوية غير معبدة.